حتى نفهم مرض السكري من النوع الأول، من المهم جداً أن نفهم كيف تعمل أجسادنا، فهي مكونة من ملايين الخلايا التي تحتاج إلى الطاقة لنتمكن من الحركة والنمو والتفكير. والطاقة تأتي من طعامنا، وخاصة من الجلوكوز الذي يصنعه تفكك الأطعمة الغنية بالنشويات، ومنها الحبوب والفاكهة والخضروات النشوية وبعض منتجات الألبان. ومع ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، تقوم خلايا متخصصة في البنكرياس بإنتاج الأنسولين ثم تطلقه في مجرى الدم، ويسمح الأنسولين للخلايا بامتصاص الجلوكوز كي تستخدمه لإنتاج الطاقة. يصاب المرء بمرض السكري من النوع الأول عندما تدمر الخلايا المنتجة للأنسولين. عدم وجود الأنسولين يعني عدم وجود الطاقة، ويتسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في أعراض السكري من النوع الأول خلال فترة أسبوع إلى 3 أسابيع. ماذا جرى لك؟ كنت متعباً وعطشاً ومتعكر المزاج، واحتجت للذهاب إلى الحمام كثيراً، كما انخفض وزني. السكري من النوع الأول من أمراض المناعة الذاتية، ويعني ذلك أنني لم أتسبب فيه. لا لوم علي. يمكنني التحكم في مرض السكري من خلال عدة حقن أنسولين أخذها يومياً، أو من خلال ارتداء مضخة أنسولين تحل محل الأنسولين الذي لم يعد جسمي ينتجه. وحتى أنجح في التحكم في مرض السكري، من المهم أن أخذ الأنسولين وأراقب مستوى الجلوكوز في الدم وأكل طعاماً صحياً وأمارس النشاط البدني، كما أحافظ على طريقة تفكير إيجابية. علي أن أعي دائماً العلاقة بيني وبين الحركة والطعام والمزاج. لمزيد من المعلومات اطلعوا على الموقع As One Diabetes website.